خلال هالأسبوع أكثر من نجم عربي عم بيعيشوا فترة حزن على فراق أفراد من عائلاتهم، فقبل يومين توفيت والدة أشرف خالد السيدة خديجة الحاج إبراهيم، واللي أعلن الخبر المخرج يعقوب المهنا اللي كتب بوست على فيسبوك: أعزي أخي الشاب خالد الحاج إبراهيم وأخوي مجيد الحاج إبراهيم بوفاة والدة الشاب خالد، الله يرحمها ويغفر له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمها، ونحن طبعا بدورنا من عزيز الشاب خالد. أكيد طبعا، الله يرحمها يا رب ويحسن إليها.